طيب نروح بقى لفكرة هنا برضو أو موضوع متصل، ودعم السياحة الرياضية ومنافسات بطولة أوشن مان العالمية للسباحة في المياه المفتوحة اللي اختتمت فعاليتها امبارح بمدينة الغردقة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والفعاليات الرياضية. شارك فيها عدد كبير جدا، خليني أقول لحضراتكم 1300 سباح وسباحة بيمثلوا 40 جنسية مختلفة، عبروا طبعا عن سعادتهم لما سئلوا بالمشاركة في البطولة على أرض مصر وواحدة من المدن كمان السياحية المميزة جدا، يعني نتكلم بشواطئ ومعالم سياحية. الغردقة بجد مدينة جميلة جدا كلنا بنحبها، وكمان مهرجان البحر الأحمر للسياحة والفعاليات الرياضية ده يعني عامل حالة فعلا حلوة جدا من الرواج السياحي، لو حضراتكم يعني بيتابعوا أو بيحب إن هو يسافر كمان يعني يستمتع بيه.